أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. صحيفة فرنسية تقول أن هناك نقاشات حول استئناف محادثات السلام في اليمن. موقع عربي يتحدث عن مدينة يسلم اليمنيون سلاحهم قبل الدخول إليها. من أخبارنا المنوعة، كاتبة أمريكية كتبت مقالا بعنوان كيف تقتلين زوجك ثم نفذت الخطة. أهلا بكم. لم تجد ميليشيا الحوثي غير التجنيد الإجباري في الحديدة كي تحاول التماسك أمام تقدم قوات الجيش الوطني، وعنون موقع الصحوانت. ميليشيا الحوثي تفرض التجنيد الإجباري في الحديدة وسط انهيارات كبيرة في صفوفها. قال الموقع إن ميليشيا الانقلاب الحوثي تعيش حالة من الانهيار المتسارع بسبب الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية والتي أجبرتها على فرض التجنيد الإجباري لأبناء الحديدة غربي البلاد. قال مواطنون للصحوة نت أن ميليشيا الانقلاب الحوثية في مدينة الحديدة لجأت إلى فرض التجنيد الإجباري على سكان المدينة بالقوة. وأضاف المواطنون أن ميليشيا الانقلاب أقدمت على اختطاف عدد من أبناء وأطفال مدينة الحديدة، وقامت بالزج بهم في الجبهات المشتعلة في منطقتي الكورنيش وكيلو 16. طريقة أخرى تلجأ إليها ميليشيا الحوثي في محاولة للصمود فيما تبقى تحت سيطرتها من مناطق محافظة الحديدة، وعنون موقع يمن مونيتور. الحوثيون يلجأون إلى مساجد صنعاء لتعويض فقدان مقاتليهم في الحديدة. وقال أئمة مساجد في صنعاء تابعون للحوثيين أن مدينة الحديدة تنادي المقاتلين اليمنيين للدفاع عنها من القوات الحكومية. قال إمام مسجد بصنعاء إن الدفاع عن الحديدة أكبر جهاد في سبيل الله، وعبد الملك الحوثي دعا إلى النفير والقتال من أجل الدفاع عنها. يعلق الموقع، يسيطر الحوثيون على مساجد العاصمة صنعاء منذ اجتياحها في سبتمبر 2014، ولا تكاد تجد مسجدا إلا يخضع لسيطرة الجماعة. لا ثالث لهما، تحت هذا العنوان كتب مطهر قاسم مقاله المنشور في التغيير نت مضيفا: تمر هذه الأيام علينا ذكرى خالدة عظيمة، ثورة 26 من سبتمبر المجيدة التي حفظت في العقول قبل سطور وخلدها التاريخ بدماء الشهداء الأبطال، ثورة قسمت الشعب اليمني إلى شقين لا ثالث لهما: الأسرة الإمامية الكهنوتية السلالية ومن دار بفلكها، والتي حكمت الشعب ردحا من الزمن وجرعته ويلات الظلم والجبروت والخراب والجوع والفقر والجهل والمرض والتخلف، مغلوبا على أمره مستخدمة بحقه الحديد والنار وقطع الرقاب للتركيع والإذلال والاستعباد. يقابله شعب حر أراد العيش بحرية وكرامة، مستبسلا برجالاته الذين سطروا أروع التضحيات والبطولات لإخراج الشعب من ظلمات الحكم الكهنوتي إلى نور الحرية والكرامة والعدل، مطالبين بحاضر فيه العلم والصحة والتنمية والعيش الكريم، وحالمين بمستقبل لأبنائهم لمواكبة العالم المتطور وتحقيق العيش الرغيد وبناء دولة النظام والقانون والحقوق والحريات. ومن هنا نقول للطامعين والواهمين بالعودة إلى التاريخ الكهنوتي المظلم بأن عجلة التاريخ لا تعود إلى الوراء مهما كانت التحديات والمؤامرات، والطوفان قادم والشعب سيجرفكم لتعودوا إلى جحوركم أو إلى رشدكم. ضحايا ألغام ميليشيا الحوثي لا تتوقف، حيث يعنون موقع المصدر أونلاين: إصابة 7 مدنيين من أسرة واحدة إثر انفجار لغم زرعه الحوثيون بسيارتهم في حجة. قال مصدر محلي إن لغما من مخلفات ميليشيا الحوثي انفجر بسيارة كان على متنها أسرة في الطريق الواصل بين جنوب مدينة حيران ومنطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة. وأوضح المصدر أن الانفجار الذي وقع في سيارة هيلوكس أسفر عن إصابة محمد إبراهيم زين وزوجته وأطفاله الثلاثة ووالدته وأخيه، ونقل المصابون إلى مدينة جازان السعودية. مع بدء عام دراسي، يتحدث موقع إخباري عن أوضاع واحدة من الجامعات اليمنية التي تستقبل أعدادا كبيرة،
وعنون موقع رأي اليمن: جامعة إب في ظل سيطرة الحوثي لا رواتب ولا أوراق ولا تعليم. قال الموقع: انقطاع رواتب أساتذة جامعة إب منذ عامين وارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع العملية التعليمية بالجامعة، الأمر الذي يهدد مستقبل الطلاب. يفيد الموقع: يعاني طلاب من جامعة إب التي يسيطر عليها الحوثيون من مشاكل كثيرة، منها ما يتعلق بالمواد الدراسية وغياب أغلب أساتذة المواد عن أداء المحاضرات والدروس، ويرجع السبب في غيابهم إلى انقطاع رواتبهم. يقول مختار محمد وهو طالب في كلية التجارة: إن التحصيل العلمي أصبح شبه معدوم في الجامعة بسبب غياب معظم الدكاترة والمدرسين، ومن يحضر منهم لا يبذل جهدا يذكر للتعليم بسبب أن رواتبهم وحياتهم تدهورت. وأضاف في حديث لرأي اليمن: أننا ضحايا هذه الحرب والميليشيا التي لا تهتم بالتعليم، إننا نخسر كثيرا ونقطع مسافات كبيرة للوصول إلى الجامعة قادمين من الريف، لكن ذلك لن يعود علينا بالنفع مطلقا في ظل تردي التعليم. تعمد موقع عدن الغد الربط بين حدثين شهدتهما مدينتان يمنيتان، وعنون الموقع: افتتاح معرض كتاب بشوة وإحراق إطارات تالفة وقطع طرقات بعدن. قال الموقع: افتتحت وزارة الثقافة بمدينة عتق يوم الخميس معرضا للكتاب، وأقيم المعرض بمقر وزارة الثقافة بحضور ومشاركة العشرات من المهتمين، واشترى مواطنون عشرات الكتب وقالوا أنها فرصة جيدة لنشر الوعي المجتمعي والثقافي في صفوف المواطنين. ثم ينتقل الموقع في ذات الخبر للحديث عن عدن. في عدن واصل محتجون إحراق الإطارات التالفة بكريتر وقطعوا عددا من الشوارع ومنعوا حركة المرور. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد إن محتجين أرغموا المواطنين على عدم المرور بالشوارع الرئيسية للمدينة. فلسطين من أوسلو إلى التهدئة والمصالحة. تحت هذا العنوان كتب وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقة مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا في أجزاء منه: من الذي أنهك الآخر؟ فلسطين أم الزمان؟ منذ ولادة الدنيا جاء معها توأمها الروحي الدامي، الأسطورة فلسطين، حيث تعانقت أنوار الأديان السماوية. غابت فلسطين كثيراً عن الشفاه والآذان، لكنها بقيت في الضمائر والوجدان، حطب الصراع الذي لا يحترق، وإن حرق القرون في أتون الحروب الساخنة والباردة بين الأقوام والأديان، لكل حلقة من مسيرة البشر بؤرة تشد إليها العقول والضمائر. تدفقت أحداث ودماء، وتغيرت خرائط السياسة والقوى التي واصلت رسمها بقوة السلاح والمصالح والتوازنات، ولم تتوقف منذ الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية ارتداداتها السياسية والعسكرية والمالية وكذلك الثقافية على مستوى العالم. كان قرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين سنة 1947 بين اليهود والعرب فوهة نار لحرب لم تطل، استولى فيها اليهود على رقعة أوسع من تلك التي فوق خريطة التقسيم. القدس التي جعلها القرار الأممي منطقة دولية استولى اليهود على الجزء الغربي منها، لكن اليهود المتشددين رفضوا قرار التقسيم، وكانت عيونهم وعقولهم نحو القدس الشرقية حيث بيت المقدس والمسجد الأقصى الذي يعتقدون أن الهيكل اليهودي يربض تحته. من 1948 إلى 1967 غابت قضية فلسطين عن طوفان السياسة الدولية وصوت الرأي العام الدولي، لكن القضية الفلسطينية لم يخفض صوتها في الضمير والصوت والعقل الفلسطيني والعربي. جيل جديد من الفلسطينيين ولد من رحم المعاناة في مخيمات اللاجئين والشتات، يأس من الأمل في الجيوش العربية التي هتفت الأناشيد والخطب الحماسية، يأس من الأمل في الجيوش العربية التي هتفت الأناشيد والخطب الحماسية بقرب زحفها الكاسح لتحرير فلسطين. انطلق العمل المسلح داخل الأراضي المحتلة وأعمال متنوعة خارجها أدانها الكثير، لكنها أعلنت عن وجود مأساة اسمها فلسطين. كانت منظمة فتح بقيادة ياسر عرفات هي الطليعة المسلحة وصارت سياسية أيضاً، بعد أن قالت جولدا مائير: لا يوجد شيء اسمه فلسطين أو شعب فلسطين.
فرضت المقاومة هذا الاسم على خريطة العالم السياسية، وبدأ الرأي العام ووسائل الإعلام العالمية يتحدث تعاطفاً بل وتأييداً للقضية. يتحدث موقع عربي عن مدينة يمنية مختلفة، مدينة لا يحب الناس فيها السلاح ومن النادر أن ترى مسلحاً فيها من غير العسكريين، وعنون موقع عربي بوست: اليمن ثاني أكبر دولة بالعالم يملك سكانها السلاح، لكن مدينة واحدة خالية منه تماماً، والسبب حادثة وقعت قبل 90 عاماً. يقول الموقع إن السلاح في اليمن لا يحمله المقاتلون فقط، إذ تتصدر اليمن أعلى معدل لامتلاك السلاح الخاص بالنسبة للفرد في العالم، ولا يتفوق عليها في ذلك سوى الولايات المتحدة، مع الفرق الشاسع بين البلدين من ناحية القدرة المادية لسكان الأخيرة في تحمل تكاليف أسلحة أكثر بكثير. يضيف الموقع: يباع في الأسواق كل شيء بدءا من المسدسات وحتى مدافع البازوكا، ولا يمكن أن تتعمق في معظم المدن دون رؤية شخص يحمل بندقية. كما يورد الموقع مدينة مختلفة عن ذلك، يقول إن مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت لا يحمل أو لا يحمل الأسلحة فيها سوى العسكريين، ليس ذلك فحسب، بل وتحذر اللافتات المدنيين من حمل السلاح في الأماكن العامة، وعلى الرغم من دخول المكلا أو على الراغبين في دخول المكلا تسليم أسلحتهم في واحدة من نقاط التفتيش العديدة، ويقوم الجنود بتوزيع إيصالات تسلم بحيث يمكن لمالكي الأسلحة استعادتها عند المغادرة. ويورد الموقع نموذجا لواحدة من تلك النقاط، حيث تحتوي حاوية تخزين الأسلحة عند نقطة تفتيش الصلب على أسلحة مصادرة تكفي لتجهيز ميليشيا. لكن المكلا ظلت مختلفة عن بقية المناطق لأجيال بسبب روابطها الوثيقة مع الهند، ففي الثلاثينيات من القرن الماضي شكلت بريطانيا جيش البادية الحضرمي لإرغام القبائل المحلية على توقيع اتفاقات هدنة، وكانت النتيجة التي استمرت إلى الآن هي ضعف القبائل وقلة النزاعات وعدم انتشار ثقافة السلاح. في تجديد النموذج الثقافي والحداثة العربية المعطوبة تحت هذا العنوان، كتب كرم الحلو مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية مضيفا: العرب لم يعرفوا إلا حداثة معطوبة مستوردة لم يشاركوا في إنتاجها أو صنعها، وإذ يتعايش التراكم الكمي لمنجزات حضارة لم تنبت في أرضنا مع النمط التقليدي في الفكر والذهنية، تبدو المنشآت المدنية والعصرية كأنها واجهات خارجية تثوي في داخلها روح الماضي وقيمه ومفاهيمه، ويستمر فكر الريف والبادية وراء جدران المدنية وشوارعها، ويظل الاغتراب قائما بين العلم والثقافة. عليه بقي دور المثقف العربي محدودا، فكان في الإجمال مقلدا ومن دون إبداع حقيقي، ومن دون موقع مميز في تجديد المجتمع، لأنه يعمل في بيئة غير مواتية حيث الأمية مرتفعة والإنتاج العلمي ضئيل والتردي الثقافي والمعرفي ناتئ والسلطة السياسية مستبدة طاغية، وقدرة المثقف على الوصول إلى الجماهير شبه مستحيلة بسبب الأمية الثقافية والاستهلاك شبه المعدوم للثقافة النقدية التجديدية مقابل ثقافة الاستهلاك والخرافة والتقليد. إن تجديد الخطاب الثقافي لم يكن ولن يكون من مهمات المثقف، كما لو أنه يستأثر وحده بقيادة الحراك الاجتماعي والسياسي، بل إن ذلك التجديد لا يمكن أن يكون إلا النتيجة الحتمية لمجتمع يتمتع بدينامية فكرية وسياسية واجتماعية. فهل كانت ثورة الغرب الحداثية نتيجة لأفكار هوبس ولوك وروسو ومونتسيكو، أم أن مجتمعات الغرب بديناميتها الاجتماعية والسياسية والثقافية هي التي أنتجت مثقفين مثلهم وأفكاراً مثل العقد الاجتماعي ودولة الحق والحرية السياسية والاجتماعية؟ لا نتطلع هنا إلى نفي دور المثقف ولا إمكان التجدد والتغيير في مجتمعاتنا، بل جل ما نريده تجاوز الطرح الأحادي بإسناد الأولوية إلى عامل محدد ثقافي أو اقتصادي أو سياسي أو طبقي، لنذهب إلى أن التغيير إما أن يكون شاملاً وذا مقدمات ومنطلقات تاريخية، وإما أن يبقى مثلاً لن يكتب لها التحقق والإنجاز.
فلكي نشكل مكونا أصيلا في نقد الحداثة وتصويب مسارها وإزالة غربتنا عنها، يجب أن نعيد النظر في حراكنا التاريخي كله، وننخرط في شكل فاعل وجدي في سيرورتها الثورية بكل ما تعنيه من انقلاب في القيم والأعراف والمفاهيم. وإلى الصحافة الفرنسية، حيث عنونت صحيفة لوبوا الفرنسية نقاشات حول استئناف محادثات السلام في اليمن. قالت الصحيفة إن المتمردين الحوثيين ناقشوا مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث استئنافا مبكرا لمحادثات السلام بعد أسبوع من إلغاء المحادثات في جنيف، والذي انعقد في جنيف وتصاعد القتال في مدينة الحديدة. وركز الاجتماع الذي انعقد الخميس في العاصمة العمانية مسقط على الأسباب التي حلت دون مغادرة وفد المتمردين إلى جنيف والإجراءات الضرورية لعقد محادثات جديدة في وقت مبكر. تضيف الصحيفة، يوم السبت الماضي فشلت المشاورات التي طال انتظارها تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف حتى قبل أن تبدأ، بعد وضع شروط لحضور المتمردين الحوثيين لم يقوموا في نهاية المطاف بهذه الخطوة للوصول إلى جنيف. إلى أخبارنا المنوعة، حيث اتهمت كاتبة الروايات الرومانسية الأمريكية نانسي كرامبتون بروفي بقتل زوجها بعد كتابتها لمقال بعنوان كيف تقتلين زوجك؟ وعنونت صحيفة القدس، كتبت مقالا بعنوان كيف تقتلين زوجك ثم نفذت الخطة. وصرحت الشرطة بولاية أوريغون بأنها اعتقلت الكاتبة الأسبوع الماضي للاشتباه بها في جريمة قتل زوجها بعيار ناري في يونيو الماضي، وقد تم العثور على الزوج ميتا في مقر عمله. وكانت بروفي قد أعلنت خبر مقتل زوجها على الفيسبوك بعد يوم واحد من وفاته قائلة: في الوقت الحالي أحاول جاهدة فهم ما يدور حولي، وفي وقت لاحق تم إلقاء القبض عليها بتهمة القتل واستخدام أسلحة غير مرخصة. صحيفة الجارديان نشرت صورا متنوعة من جميع أنحاء العالم، حيث وثق المصورون لحظات وأحداث مهمة جرت خلال الأسبوع، نتابعها في جولتنا المصورة. تقول الريشة وتتحدث الألوان، وعلى هذا الأساس يبدع رسامو الكاريكاتير في لوحاتهم ويتحدثون عبر الريشة الخفيفة على الورقة الثقيلة على من يخافونها. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.